السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي داخل وخارج أرض الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. طلبنا وليس أمرا، كنتمنى أنكم تعملوا لايك والبارتاج لهذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد، وحتى الجداد اللي مازال ما اشتركوش حاولوا تشتركوا في القناة لدعمنا دائما. إخواني أخواتي، في آخر المستجدات أمو الفعلة حي أناسي، وكما تبعنا الأطوار كيف تم القبض على هذاك مول الفعلة اللي صفه الام ديالو وقطع عليها الراس ديالها، والاخبار اللي توصلنا بها من مصادر موثقه واللي كتاكد ان هناك محاوله فاشله للانتحار بواسطه واحد الاله حاده من داخل سجن عكاشه بمدينه الدار البيضاء، واللي جعل المسؤولين الموظفين بمؤسسه السجنيه يتدخلوا فورا قصد يعني منعه وتقديم الإسعافات الأولية، وبالتالي كذلك منع من المحاولة هذا الانتحار اللي كان بغى يقدم عليها هذا الشاب، واللي كانت كتقوم حوله يعني كتحوم حوله مجموعة من الشكوك أنه مريض نفساني أو عقلي، بعد ما تبين بعد المعاينة دي من طرف طبيب المؤسسة والمختص في الأمراض العقلية، واللي أكد أن هذا السيد أو هذا الشاب هو عادي وكسائر المواطنين، انسان عادي يعني يقدر يكون نفساني مريض نفساني، ولكن بحال اي واحد كيكون عادي راه كيكون مريض نفساني. حنا كمواطنين يعني كنعيشوا راه ضروري كيكون شي واحد يعني عنده كيتقلق، كتجي واحد الحاله نفسيه كيكتئب، ولكن هاد السيد راه ما كحمق ما حتىش حاجه، وهذا اللي اكدوا طبيب هذه المؤسسه المختصه بالامراض العقليه. وهناك حراسه مشدده من طرف المؤسسه السجنيه حتى يتم تقديمه امام المحكمه قصد المحاكمه ديالو، واللي كنتمنوا ان المحاكمه تكون عادله، واللي كيطالب الشعب المغربي قاطبه من طنجه الى القويره باقصى العقوبات اللي هي كما كننتظروا حنا هي الاعدام. وانا استبعد هذا الحكم لان المغرب يعني مازال ما نسانيش ديك الوثيقه او ديك العهده كما كنقولوا ديال الاتفاقيه الدوليه بخصوص يعني تطبيق هذا الاعدام. فالمغرب يعني كيمنع تطبيق هذا ولكن يحكم، ولكن ما كيتطبقش عليه هذا الحكم. فحسبي الله ونعم الوكيل. فكما شفنا في هذاك الرعب في الام ديالو اللي مشات عند الله سبحانه وتعالى، مشات باش ترتاح وتخلي يعني تخلي يعني وراءها واحد العائله مكلومه، وهذه العائله اللي كما شفنا الاخ ديالو اللي غادي تسطى ويخرج له عقله والله العظيم في الليل كامل، وهاد الساكنه ديال الحي أناسي من مدينه الدار البيضاء اللي عاشت الرعب، وكانوا يعني في واحد الحاله هستيريا يعني انهم كانوا كينتظروا حتى هما غاتجيهم واحد النوبه ديالهم انه يجي يقطع لهم راسهم ويزيد يعني تكون واحد الجريمه كبيره في ذاك الحي. ولكن صراحه لولا الشباب اللي قاموا بتتبع يعني ملاحقه هذا السيد لما كانت الجريمه اكثر. وهنا هذه تحيه كبيره لهذا الشباب ديال هذه المنطقه، فصراحه هذا الشاب عنده شي مشكل نفسي مع الام ديالو، مع الام ديالو الله يرحمها، ويكتبها من الشهداء. ممكن غير مشهد شافه في الصغر ديالو ملي كان مازال صغير وبقى عالق في الذهن ديالو، يعني بقى كيفكر فيه وكيعاود السيناريو وعاود يعاود يعاود، ودار ليه مشاكل بما انه كان عانى الكثير يعني من الضرب وعدم اهتمام ديال الوالدين ليه، بحكم ان الاب ديالو توفى وهو مازال في السن صغيره. وهنا فين مشى ديك الخليه هذه من 2007 ربما شي 18 سنه، والام ديالو اللي مشات ديكلارات به ربما انها كانت خايفه على فلذات كبده انه يلحق شي ضرر من طرف هذه المجموعه الارهابيه، ولكن كان الصدمه هو انه تعتقل وتحكم عليه بعشر سنوات نافذا. فهاد الام اللي كانت خايفه على الابن ديالها واللي ديكلارات واللي كانت سبب انه تحكم، وهو دابا خرج وخلى ديك العقده وصفها الام بهاد الطريقه. فكيستقل مثل اخواني اخواتي كيقول اللي مات الاب
تفسد واحد الركبة، واللي ماتت الأم تفسد العتبة. هذه هي المثل اللي يمكن أننا نطبقه على هذا الشيء اللي وقع لهذا الشاب اللي صفى الأم دياله. فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إن شاء الله هذه السيدة وخا هاد الموتة اللي وقعت ليها وهاد الطريقة البشعة اللي ماتت بها، فإن شاء الله يرزقها الله الجنة الفردوس، وكندعو معها بالجنة إن شاء الله بحول الله. فصراحة فهاد السيد كيبقى ينتقم منهم، فهاد الولد اللي مريض كما كنا مريض نفسانيا كان على المسؤولين، كان على المسؤولين ديال المشفى انهم قام تبع ديك التريتمون، يعني ديك التريتمون حتى يتعالج علاج تام وما يخليوش انه يدخل او يرجع للبيت. كان خاصو يشدوه ويعالجوه في اخر لحظه عاد يطلقوه. ولكن الام ديالو صراحه من قرب العيد الكبير وفي واحد الفيديو اللي كان صرح حد الشاب كما كنقولوا نقدروا نقولوا عليه الشاب المجنون العاقل، يعني وكيهضر من داخل المشفى الامراض العقليه كيقول لامي راني توحشكم ان شاء الله غنجي وغنعيد معكم. الام ديالو صراحه مشات للمشفى يعني وطلبت ورغبات المدير ديال المشفى باش يخرج لها ولدها يعيد معاهم. ف السيد جا عيد معاهم، عاش ديك اللحظه مع العائله، فما كانت الصدمه والفجأة المفاجأة اللي وقعت هي أنه صفاه الأم ديالو بهذيك الطريقة المأساوية، واللي مازال كيعاني هاد خوه غادي تسطى يعني الليل ونهار ما كيشوفش الناس. لكن ما شفتو في الفيديو اللي خرج فيه السيد الأخ ديالو ما كانش كيتوقع أن هذا يقوم بهذا الفعل، ما كانش كيتوقع أنه يقوم بهذا الفعل، لانه عارف ان هذيك راه الام ديالو، هذيك الام اللي ولدته في كرشه ورباته يعني 9 شهور وهي في الكرشه يعني في كرشها. فربما ديك الفطره اي واحد ما يقدرش يفكر ولو مره انه يصفيها الام ديالو بهذيك الطريقه. فحسبي الله ونعم الوكيل. كنتمنوا ان السلطات كما عامله المجهود ديالها الجبار فيما يخص هذا الشيء كامل، وكما عرفات ان هاد الشاب اللي صفاه الام ديالو فهو سليم نفسانيا وعقليا، فكنتمنى ان يكون واحد الحكم قاسي في حق هاد السيد باش تكون عبره لاي واحد يقدم على هاد العمل الشنيع في حق الاصول. اخواني اخواتي، هذا ما لدينا في هذا الموضوع، حتى القاكم في تمام الصحه والعافيه وفي فيديو جديد اخبار جديده. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.